بالنتيجة بالنتيجة بعيدا عن تراشق اليوم الإعلامي، آخر شيء بني لازم نوصل لخطة. فاليوم الدعوة واضحة للجميع على الدولة اللبنانية وعلى المصرف المركزي والمصارف والهيئات الاقتصادية أن يتحاوروا معا بشكل سريع جدا لوضع أطر حقيقية لخطة مبنية على هيكلية وأرضية واضحة لرد أموال المودعين، على أن تتحمل الدولة اللبنانية والمصرف المركزي والمصارف المسؤولية لرد هذه الأموال. اليوم مش مسموح نروح عشان عمر الناس، ولا مسموح نصنف الودائع على ذوقنا، ولا مسموح اللي معه مبلغ كبير يجي يقول له انت بدناش نعطيك مصرياتك ونحط بنود وارقام كمان تعجيزيه. لازم يكون في واقعيه، ولازم يكون في شفافيه بالتعاطي مع هذا الملف. كل حدا انا عامل لك اياه، كل حدا عنده مبلغ بالبنك، هذا المبلغ هو شرعي ومصدر هذا المبلغ معروف، عليه ان ياخذ كل امواله من دون اي هرقات لو 1%. لن نرضى بالهرقات الظالم ولا المشحف، ولا نرضى بظلم المودعين. اليوم في عدة طرق ممكن نعملها، بس نغير هيكلية الخطة، لأنه الخطة مثل ما هي معمولة قبل ما نعدل فيها راح نروح على هرقات فوق 80-90%، من 80-90%، حنظلم كل المودعين اليوم بدون استثناء، وحتى اللي بده ياخذ تحت 100,000 دولار بده يقعدوا سنوات ليحصلوا أموالهم، هات يحصلوها هات ما يحصلوها. نحن منا خطة، ولكن منا خطة مبنية على قاعدة علمية مالية نقدية اقتصادية سليمة، الكل يتحمل مسؤولية من الدولة اللبنانية وجميع اللي هن صرفوا أموال المودعين. فمن هون هذه دعوة للكل، ما بقى تضيعوا وقت على الناس ولا تعملوا اجتماعات، لأنه سترفض الخطة ولن يصوت عليها لا بمجلس الوزارة ولا مجلس النيابة. طيب، ماذا على رواتب القطاع العام؟ اليوم بجلسة مجلس الوزراء سيتم البحث بهذا الموضوع بعد ما كان علية الصرخة بعد موضوع رواتب وزارة المال، التعديل اللي كان بده يصير على موضوع رواتب وزارة المال. وهلا عم بيقول حسب زميل توني منصور بأنه بحسب المعلومات سيتم توزيع هذه الأموال ضمن سقف الإنفاق على كل الفئات. جيد، هذا منطقي وعدل، هذا كنا احنا كمان طلبنا فيه، والدكتور منصور أيضا كان عم بيطالب فيه. اليوم لازم يكون في عدالة بتوزيع الأموال، واليوم بالعكس كمان الفئات الأدنى هي بحاجة للمساعدة يمكن أكثر من غيرها. الكل بحاجة لمساعدة والكل بحاجة لرواتب، بس العدالة كمان مطلوبة. ما بيجوز أنا موظف القطاع العام اللي هو أصلا عم بيعاني أنا أعمل كمان تفرقة بين موظفين القطاع العام. ما بيجوز كمان أنا ميز بين المتقاعد واللي بالخدمة، ما أصلا اللي بالخدمة اليوم بعد عدة سنوات رح يصير شو؟ متقاعد. هل يجوز اليوم نحن المتقاعد سواء كان بالسلك العسكري أو بالسلك المدني اللي أفنى حياته من أجل هذا الوطن نتعامل معه بهذا الطريقة السيئة جدا بالتعاطي؟ اليوم ما في بلد بالعالم بيتصرف مع متقاعدينه بهذه الطريقة، هذا ظلم وإشحاف كبير. مش بكفي إن خفضت قيمة رواتبهم على القدرة والقدرة الشرائية بسبب انهيار سعر الصرف، كمان بدي ميز بينهم وبين الموظف بالخدمة الفعلية، هذا لا يجوز أبدا. وحتى اليوم هذه الفكرة كتير مهمة، وبدي ركز على نقطة مهمة بالنسبة لموضوع الإنفاق، وكتير سمعنا هاليومين وأنا جاني كتير اتصالات وأسئلة إنه طب ليه الكتلة النقدية بالليرة اليوم عم بتحافظوا عليها مصرف لبنان باستقرار محدد؟ اليوم مصرف المركزي ما عم يمنع اليوم صرف أبدا، ولكن الصرف عم بيكون حسب الحاجات الحقيقية. لأنه قبل شو كان يصير أستاذي حليمة؟ كان السوق اللبناني بحاجة ل 58,000 مليار بالشهر على سعر الصرف، كان في 84,000 مليار، يعني كان في 26,000 مليار عم يستعمروا للمضاربة على سعر الصرف. مصرف المركزي شو جاي يعمل هلأ؟ حط الآلية الحقيقية لا صرف الليرة، ولا بالعكس التجار اللي عم يطلبوا ليرة من مصرف لبنان عم يعطيهم ليرة. إذا إن في حاجات حقيقية لقلهم وقدموا كشف أصول مالية حقيقية ليه بدي يستعملوا هيدي الليرة وفي منطقة لأستعملها، مصرف مركزي عم ينزل على السوق وعم وفق المادة 75 و83 عم يعطيهم ليرة عم يأخذ منه دولار، ولا كيف عم بيكون هو هلأ احتياطاته اللي قربت من مليار دولار زيادة عما كانت عليه بحسبان 2023. فبالتالي اليوم بالعكس القاعدة السليمة لأي اقتصاد بالبلد لتمشي بده يكون في تماهي بين السياسه الماليه تاعت الحكومه والسياسه النقديه تاعت مصرف لبنان. اليوم بنحكى على تعميم 166، وكان من المفترض انه ياخذ كل مودع 150 صح. دولار على سعر 150 دولار فريش مقابل 150 أوكي. دولار. طيب عم ينحكى كمان بالمقابل انه 15,000 ليره هو رقم اللي يعني سعر اللي عم يعطيه المصارف للمودع هو غير منطقي. هو اليوم سيتم رفع هذا السعر، وماذا عن ال 166؟ لانه في مصارف طبقته وفي مصارف لم تطبقه. لا، الكل اليوم ملزم بتطبيقه، وانا بدعي كل المودعين اليوم ينزلوا على المصارف بكره بشكل سريع يمدوا ورقة أنه هن ينتسبوا للتعميم، لأنه باللحظة اللي بيمشي فيه التعميم اللي ماضي هيدا الورقة بيأخذ مفعول رجعي من تاني يوم صدر فيها التعميم.
يعني لو تأخر، لأنه هلأ في آلية معينة، لأنه اليوم في له شروط هذا التعميم، الواضح أنه في آلية معينة قد تتأخر بين أسبوع لأسبوعين أو 10 أيام، ولكن المودع اللي بيمدي هيدي الورقة اليوم مجرد ما التزم قبل ما يبلش التعميم فبيرجع بياخذ مفعول رجع من اللحظة اللي صدر فيها التعميم، إذا بدأ شهر أو شهرين بيرجع بياخذهم كمفعول رجع لل 150 دولار. وهذا وصرت سمعت أنا كمان بالإعلام حاول التشويش يقولوا انه التغى، ما في تعميم بيلتغى، التعميم ملزم للجميع والمصرف المركزي عم بيتابع الموضوع كل يوم لحتى نوصل لنهايه بهذا الامر. وبالعكس هذا التعميم ايضا يدرس الى ادخال تعديلات عليه، وكان في عده ملاحظات على التعميم، والمصرف المركزي والدكتور منصور اخذوها بعين الاعتبار ووعدوا وعد قاطع انه بعد فتره من بدايه التعميم سيتم ادخال تعديلات، وخاصه اللي هن مش مستفيدين لا من ال 158 ولا من ال 166، او اذا حدا استفاد من 158 وخلص استفادته كمان بيقدر يستفيد من 166، ولكن هذا حقيقتي حيجي لاحقا بملحق. فبالتالي اليوم المصرف المركزي عم بحاول كل استطاعته أنه يحاول يلاقي معالجة، والمصارف متجاوبة وستتجاوب مع هذا التعميم. أما بالنسبة لسعر 15,000، أنا مقتنع معك وأنا كنت حكيتها مع حضرتك والدكتور منصوري أيضا حكيها، اليوم نحن مع يكون سعر الصرف 95,500، مثل ما مصرف لبنان راح على التعميم 167 ووحد ميزانيات المصارف ورأس مالها والإكويت اللي إلها والأونرز اللي إلها وكل معاملاته هو إياها على 89,500، أنا مع أنه المودع يأخذ دولاراته على 89,500 شرط يكون في كابيتال كنترول أو ضوابط للسحب منعا لتفلت الكتل النقدي. ولكن للأسف هذا الأمر من رفضه؟ رفضه الحكومة والمجلس النيابي، لم يصوت على وضع سعر واضح للسحبات حتى تكون شفافين. بكرة بيرموا الكرة عند مين؟ بكرة بقول لك مصرف لبنان محدد. كل شيء إني مني متعودين من أيام زمان من قبل ما يجي الدكتور منصوري إنه شو ما يصير من كبة على مين؟ على مصرف لبنان. لا، ما انتوا لكم عليكم مسؤولية وعليكم تشريعات وعليكم قوانين وعليكم أمور بدكم تقوموا فيها. اليوم للأسف معلوماتي بتقول إنه اليوم وزير المالية حيطرح من خارج جدول أعمال الجلسة سعر 25,000 ليرة لبدل 15,000. هذه المعلومات المتوفرة، لكن يعني حتى هذا السعر أليس مشحفا بحق بالتأكيد هو مشحف. أنا قلت لك رأيي واضح وصريح، أي. يجب أن يكون السعر 89,500 ولكن ضمن ليميت. يعني مثلا أنا بس هو ليه يعني ما العائق أمام أعطاء المودعين هيدي المصاري على سعر السوق؟ جيد، أولا أنا كنت مع فكرة وأنا بطرحها مرة تانية مع حضرتك وطرحتها على المعنيين جميعا، وهي نحن اليوم فكرة التعميم 166 إنه يكون 150 دولار فريش و 150 دولار على سعر 89,500 وينحطوا ببطاقة مشتريات حتى ما تتأثر الكتلة النقدية، بهيدي الحالة بنكون أنصفنا المودعين بشكل واضح وكل حدا شمنوا 166 يشمنوا 150 دولار فريش و 150 دولار على 89,500 ضمن بطاقة، لأنه هذا الأمر قبل بالرفض. يعني قبل بالرفض من صار في حكي أنه نحن ما بدناش نفلت الكتلة النقدية وما بنقدر نعمل السعر. أنا بصراحة ماني مقتنع بهيدي الأشياء، لأنه أنا بعتبر الحكومة اليوم كمالي بعتبر أنه الحكومة فرضت ضرائبها على الناس ورسومة على 89,500، صح ما حددت شيء اسمه سعر 89,500، ولكن اللي بيقرب بنود الموازنة 90% من إيرادات الدولة ورسومة على 89,500. كل نفقات الدولة التشغيلية على وزاراتهم قديش بيصرفوها؟ قديش على 89,500؟ بقي معاش الموظف المشحر والمتقاعد بعده إما على 1,005 إما مع الزودة بيصير على 15,000 مع بدل الانتاجية إن شاء الله يوصل ل 30,000 إذا تحسبيهم أنت أساس الراتب بعده على 1,500 ليرة. هذه أنا صراحة هذه المفارقة أنا ماني مقتنع فيها، وأنا بتعرفين كل الناس بتعرف أنا ما بحكي بشعبوية، يعني بحكي بمنطق. هل فينا نعمل؟ إيه فينا نعمل أكيد، طالما أنا عم حصل 22,000 مليار بالشهر اليوم كنت حصل 1,500 مليار كدولة، وطالما حصل هلا بين 25,000 مليار و30,000 مليار ما في شيء بيمنع مثل ما قالوا هلا نزيد الرواتب للموظفين القطاع العام بشكل عادل، وما بيمنع أنه أنا كمان المودع بالمصارف حاول أعطيه إنصاف على شرط ضمن ليمت موحد. ولكن كل هذا شو بده؟ نرجع للنقطة اللي بلشت فيها، على الدولة أيضا تتحمل مسؤوليتها برد أموال المودعين. رح يبقى سعر الصرف على ما هو عليه بهيدا الثبات اليوم؟ سعر الصرف اليوم رقميا 89,000 رح سيبقى ثابت. ليش؟ الا اذا صار لا سمح الله حدث غير متوقع. هلا بقول شو يعني حدث غير متوقع؟ اليوم حجم الكتله النقديه اللي مصرف لبنان عم يدرسها هي بين 55,000 و58,000 مليار، ما عم تتعدى 58,000 وما عم تنزل تحت ال 55,000 حسب حاجات السوق والطلب على الليره والدولار بالسوق. مصرف لبنان معه بحدود المليار دولار زياده عن الاحتياطات الالزامه، اذا بده يشتري كل هود المصاري الموجودين بالسوق بده 600 مليون دولار، يعني عنده فائض زيادة 400 مليون دولار أيضا،
يعني اليوم مصرف لبنان هو المتحكم الأساسي بسعر الصرف بالسوق. من المتحكم الثاني بسعر الصرف؟ وزارة المالية اللي هي عم تسحب الليرات من السوق. إذا انتفت عمليات المضاربة بالسوق علميا وما في إمكانية أبدا لحدا يقدر يعلي سعر الصرف. هل ممكن ينخفض سعر الصرف؟ بالتأكيد إذا وصلنا لتحسن اقتصادي وكان في تحسن اقتصادي حقيقي بالبلد وكان في زيادة بالناتج المحلي وصار في فائض بالاستثمارات بالبلد، ممكن نعمل قواعد سليمة ونبلش ننزل بالدولار ستيب باي ستيب لتحت مع امتصاص أكثر من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. بس ليش هلا ما بيعملها مصرف لبنان؟ إذا عملت هلا ومش مبنية على قواعد اقتصادية مالية ترسخها الحكومة، شو بصير؟ بينزل وهميا بيرجع بيطلع أكثر مما كان عليه، مش مكان يصير قبل هيك. الاستقرار بهذه المرحلة هو مهم منتظار خطة تعافي مالي واقتصادي ونقدي تساعد بتخفيض سعر الصرف، اللي أنا بشوفه منه مستحيل أنه يصير. نعم. قبل ما انتقل إلى صحافي علي منصور اللي صار جاهز معنا عبر تطبيق زوم في الولايات المتحدة، بدي أحكي معك عن التعميم 682. هذا التعميم لم يطبق ولم تلتزم به هذا المصارف. أنا شخصيا رجعت الدكتور منصوري حاكم مصرف لبنان، قلت له أنا اليوم حضرتك أصدرت التعميم هيك بالحرف الواحد 682 من فترة بعد ما طبق. قال أنا كلفت لجنة اليوم بهيئة الرقابة على المصارف أنها تابع مع كل مصرف ما بده يطبق هذا التعميم، وقال لي حسب مقال الدكتور منصوري سيتم تطبيقه ولا يمكن لأحد التهرب منه. بس نلخص للمشاهدين، هذا هو التعميم هو اللي حول حسابه من مصرف لمصرف كم هو مصاري فريش دولار قبل 17 تشرين وراح بعد 17 تشرين حطهم بنك تاني ما عم يعطوه على 158. إجا مصرف قال لا، ما هو ده أساس أمواله هني من قبل 17 تشرين بحقله يستفيد ب 158. لحد الآن أنا عم بسأل حتى المصارف كله عم بيقولوا أنه في مشكلة بالتقنيات وفي مشكلة بالأرقام. إذن هيدا كله أنا بصورت لنتيجة أنه حاكم مصرف لبنان اليوم عم بيقول لا سيتم تطبيقه وسيتم المراجعة فيه بشكل دائم لأنه حق المودع اليوم بعض بنصدر تعميم عن مصرف لبنان أن تلتزم المصارف بتطبيق هذا التعميم. نعم. بدي فيك تبقى معنا أكيد. دكتور إشباعي بدي أنتقل يبدو أنه في عطل تقني، خليني أتابع جل. معك. طيب اليوم بموضوع يعني كنا تحدثنا سابقا انه الناس بتضلها خايفه من موضوع الدولار وبتضلها خايفه من موضوع اللي عم بيصير فبتروح تلجا الى موضوع الذهب في لبنان. اليوم ما زال الذهب هو الملاذ الامن؟ وهل صحيح ما يحكى انه اقتصاديا عالميا اليوم خلال سنوات قليله رح نروح الى عدم وجود الكتل النقديه الورقيه وبالتداول المالي في العالم؟ انا بستبعد هذا الشيء يصير بشكل سريع. هلا ممكن يصير بعد عشرات السنوات، ممكن انه ما زال الاقتصاد العالمي بحاجه للكاش. واليوم هلا ممكن نعمل نحن انه عمله الكترونيه مثلا ممكن ينعمل ديجيتال ايكونومي، اوكي ممكن يصير يصرفوا مثل العملات البيتكوين ولا هيدي مختلفه لا. عن البطاقات الالكترونيه بالمصارف. نعم. او مثلا انت ممكن تشتري وتبيعي بيكون على تليفونك عندك رقم بطاقه لكن هو غير ملموس ولكن هو بس ولكن على شو مستند؟ على عمله الدولار او اليورو، يعني على عملات حقيقيه موجوده بالمصارف. اليوم العالم غير جاهز يروح بالمطلق على عملات بعيدة عن الورق يعني أو عن النقد بالتداول. أوكي يقدر يحتفظ فيه بالمصارف منعا لضخ السيولة والتضخم، هذا ممكن يصير. إلا أنه يعني أنا ليش أنا شخصيا إلى الآن دائما كتير ناس تسألني عن موضوع البيتكوين وغيره بقول لهم غدارة. ليه؟ لأنه ما في إلا أصول ثابتة، هي وهم بوهم، هي شيء إلكتروني مش ملتزمه بعدها، يعني مش منتسبه لاصول. اليوم في مين عم بيشجع بنفتح وسائل التواصل الاجتماعي نروح نشتروا بنيسان هذا كل انسان عنده رايه. انا رايي اليوم حتى لو ارتفعت البيتكوين بشكل سريع ممكن تنخفض ايضا انخفاض سريع، وهذا شيء شدناه قبل. نزلت 30-40 ألف دولار ضربه واحده لتحت. فبالتالي انا رايي اليوم الاستثمار الانسب هو الاصول بالتاكيد، سواء كان ذهب. بالتاكيد الذهب كقيمه عالميه للمستقبل كادخار هو مميز. الارض العقار، وحتى نحن هلا اليوم بحاله حرب، وهذه كمان بدي وجهها. انا بدي اسالك عن موضوع الحرب، بدي وجهها اليوم لاهل الجنوب بالتحديد، يعني لانه كان بيجي كثير اتصالات. نحن اليوم بحرب ومناوشات، الا انه بدراسه انا عملتها الى الان لم ينخفض سعر العقار بجنوب اصلا، يعني في انخفاض بسيط لا يتعدى 10 ماكسيموم 15%، وهذا بسبب المناوشات لانه الطلب الحالي هو شو تقريبا معدوم لانه في حرب. ولكن فور انتهاء الحرب رح تزيد الاعمار بهي المناطق، حنرجع عود مره تانية لارتفاع. وتذكروا الطفره اللي صارت بعد حرب تموز 2006، العقار طلع 300-400-500%. ليش؟ ولبنان كله وبالاخص بجنوب، لانه انت عم تروح طفره اعاده اعمار، واذا بنعمل اي اتفاق اليوم
يترسخ قواعد أمن واستقرار طويلة الأمد مثل ما صار بال 2006 وبين 17 سنة تقريبا بحالة استقرار قبل ما تصير معركة طوفان الأقصى وحيثيتها، ما بدي فوت بالسياسة. ولكن اليوم كاقتصاد أي اتفاق ببين أنه ممكن يكون له إطار آخر ترجع الأمور بتمشي والعقار بيرجع بيها لأكتر. لك أنصح اليوم اللي معه مال يروح على العقار وعلى الذهب بالتأكيد ويحاول يستثمر فيهم ويبتعد عن الأمور اللي ما لها أصول واقعية أو ثابتة. اشتري شيء يكون بندك، ما تشتري شيء وهمي.